عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام أحلى متابعين الشرقية مكس يا شباب الشرقية مكس المتابعة في أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله.